صباح الخير عادل، صباح الخير ريم. شنو أبعاد المدرسين الذكور؟ بس هذا تحيز ضد الرجل بالعراق، شو القصة؟ لا هو مو تحيز ضد الرجل. طبعا مع بداية العام الدراسي الجديد أعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية تأييدها لقرار وزارة التربية العراقية بإبعاد المدرسين الذكور عن التدريس بثانويات الإناث. القرار وبحسب وزارة التربية ليس بالجديد، فإنه نص من قانون عام 1977 من قانون التعليم الثانوي في العراق، لكن المادة الخامسة في هذا القانون تنص عن فصل الذكور عن الإناث في المدارس الثانوية، لكنها لم تنص عن إبعاد المدرسين الذكور عن التدريس في مدارس الإناث. أيضا هذا القرار وبحسب تبرير وزارة التربية جاء وفق يعني متطلبات قبلية وعشائرية واجتماعية، أيضا يعني للتقليل من ظواهر التحرش وغيرها. يعني هذه ما أدري، أنا الكويت والعراق هاليومين عملية التعليم المشترك صايرة عندهم مشاكل، ما راح نتكلم. طيب يعني خلينا نروح لموضوعنا الثاني أيضا، إنه الحياة السعيدة هو في كل مكان باهظة، ولكن في العراق بالذات باهظة جدا. ما القصة؟ حياة سعيدة. طبعا شركة أسمني العالمية أجرت إحصائية مؤخرا، شملت هذه الإحصائية 174 دولة من ضمنها العراق، وأكدت أن الفرد العراقي يحتاج إلى 66 ألف دولار سنويا ليعيش بسعادة. هذه الإحصائية يعني ركزت على أو يعني سلطت الضوء على تكلفة العيش السعيد، وأثبتت أن في الشهر الواحد المواطن العراقي يحتاج إلى 5000 دولار تقريبا لي يعني متطلبات العيش السعيد. وطبعا هذه الإحصائية يعني تثبت أن المواطن ذي الدخل المتوسط غير قادر على أن يعني يوفر متطلبات العيش السعيد، إضافة إلى أن الأمم المتحدة في وقت ليس بالبعيد يعني اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة أعلنت أن العراق يعني يهدده خطر الفقر مستقبلا بسبب الوضع الاقتصادي المتراجع في العراق. زينب إذا كانت يعني إذا كان المال هو سبب السعادة. لا أنت صباحك سعيد يا زينب؟ لكن يبدو أنه كذلك. أنت صباحك سعيد؟ نسبيا نعم سعيد. أنت مع أن راتبك 14,000 دولار، يعني ليش مو سعيد؟ راتبك 14,000 دولار. السعادة لا ترتبط بالمال، السعادة رضا وقناعة واختيار. بالنسبة يعني شنو قاعد تعطيني درس ولا ايش تبيني؟ راتبها 15,000 حاليا يعني لها علاقة شوية بالمال. شفتي شلون؟ قولي لها والله قليلا تبيعنا مثاليات. يلا يعطيك العافية، شكرا جزيلا زينب المشاط من بغداد، وإن شاء الله حياتك دائما سعيدة ومن يسمع يا رب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.